بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في يوم جديد من ايام رمضان المبارك. كل عام وحضراتكم بالف خير وسلام، ورمضان يمضي بسرعه البرق، ايامه تمر سريعه. نبدا كما تعودنا دائما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. النهارده ان شاء الله رب العالمين هتشوفوا في حصاد السطح النهارده بتاعنا في ختام شهر رمضان. النهارده 7/4/2024، يعني خلاص احنا في شهور الربيع. طيب النهارده هنجمع اهل البيت واحنا نازلين من الخيرات بتاعتنا. ما شاء الله التين بتاعنا ده الجديد اهوت بتاع شهر 4، وده التين حضراتكم شفتوا الشجر الكبير اللي ورا ده التين، لسه ما بشرش، انما الصغير بشر اهوت وجاب تين من تحت، ما شاء الله لا قوه الا بالله، واحنا في اول شهر 4. تمام ان شاء الله رب العالمين حضراتكم تشوفوا. المهم هنجمع الفجل بتاعنا يا جماعه، لو انت زرع فجل ما تسيبوش يكبر عن المقاس ده كده، في المقاس ده كده بيبقى رائع جدا في الاكل، بيبقى طعمه جميل جدا جدا زي كده. شوفوا الراس يا جماعه ما شاء الله لا قوه الا بالله، الفجليه عامله ازاي، منظر جميل ورائع حضرتك، زي ما احنا بنعمل بقول صينيه من عندنا من على السطح اهوت. وهنجمع الفجل السن ده كده يا جماعه، بيبقى طعمه جميل جدا في الاكل. انصحك لو انت عايز تاكل فجل كله وهو في السن ده كده. تمام، ناخد طبعا احنا في صيام، كل عام وحضراتكم بألف خير وسلام. هناكل بقى الفجل بتاعنا ده مع السحور ان شاء الله، والله ومع الفطار بيبقى طعمه رائع، لانه حاجه اورجانيك، حاجه طبيعيه تماما. العود اللي هو لسه صغير شويه يا جماعه هسيبه اهو حبه بس كده عشان الفطار وعشان السحور. الصغار ده شويه هو لسه هسيبه يعدي شويه وابقى اخده تاني. وده الخاص بتاعنا اللي موجود على السلم اللي حضراتكم شفتوه قبل كده، ده سلمنا اللي هنجمع من عليه ان شاء الله رب العالمين الكرنب اهوت قريب، كرنب اهوت، وعندنا الباشون بتاعنا، انما احنا مش قصتنا ناخد الخاص بتاعنا. اتفضل كده ما شاء الله يا جماعه، احنا في نص شهر 4 وحضراتكم شايفين الخاص بتاعنا عامل ازاي حضراتكم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنقطعه ونبقى الشوالي ديت هتركوا عاملين خاص كمان هيجي في شهر 5 ان شاء الله. نقطع دي اهيت واحده، طبعا هننزل للحاجه لوالدتي ولنا، ولو حابين ندي لحد من اصحابنا خاصة يا جماعه. ده خاص بتاع شهر 4 حضراتكم شوفوا، خلاص الورقتين دول بس خلاص شالهم، بقى الخاصيه زي ما انت حضرتك شايف الخاصيه عامله ازاي، ان شاء الله كمية خضار رائعة. توكلت على الله. ده يا جماعة خاص شهر 4 زي ما بقول لحضراتكم، ده في شهر 4. ناخد دي كمان، كده حلوين مع الفجل اللي احنا جبناه، يبقى الدنيا تمام، نحطهم مع بعض. طب واحنا طالعين على السلم كده يا جماعه بتاعنا ما شاء الله لا قوه الا بالله، بس يا جماعه ما شاء الله انتوا شفتوا السلم ده كذا مره قبل كده، عندنا فاكهه عليه وعندنا خضروات وعندنا زهور عليه. عندنا على السلم ايه كمان؟ عندنا فلفل اهوت، فلفل يا جماعه شوفوا عامل ازاي ما شاء الله، ما شاء الله لا قوه الا بالله اهو. بصوا يا جماعه الفلفل بناتي لسه اول طرح واول نور اهوت، في اخوه اهوت كمان، فلفل اهو كمان، في ورد جميل. هنقول حضراتكم نكمل ناخد ايه كمان بعد كده، ناخد بقى عود شبت لزوم السلطه. ادا الشبت يا جماعه بتاعنا، ادا الشبت بتاعنا حطه معاه. بصوا يا جماعه شجره شبت ما شاء الله حضراتكم شفتوا التقوى بتاعتها قبل كده، هتكفيك للسلطه بتاعتك، بس شبت غير اللي انت بتشتريه خالص يا سيد الفاضل، ريحة منتهى الجمال ومنتهى الروعة. شوف العودين دوم حاجة، انت شايف لون الشبت حتى يا جماعة، لون الشبت حاجة كده منتهى الجمال، منتهى الجمال. تمام نشوف هنجيب ايه كمان. وطبعا حضراتكم عارفين ان احنا عندنا ركن فلفل من زمان، عندنا في فلفل احمر اهوت على طول، دي شطة يا جماعة من الحامية جدا جدا، ده ركن الفلفل اللي شغال بقاله سنتين يا جماعه، حضراتكم شفتوه في كذا مره
شايفين حضراتكم الفلفل بتاعنا. القرن ده هو اسيبه يدبل عشان هعمل منه شكل. شايفين حضراتكم ده موت حامي موت. ناخد كمان فلفل بقى عادي. بصوا يا جماعه فلفل عادي اهو عندنا. خد بالك انت يا جماعه، انتوا لسه في شهر 4، لسه الناس اللي بتزرع فلفل بدأت تزرع دلوقتي. الفلفل ده شغال معانا وحضراتكم شفتوه بقاله 2 سنين ودي داخله الثالثه. شوفوا حضراتكم الفلفل بنجمعه منين حضراتكم. ما شاء الله لا قوه الا بالله. عندنا فلفل طول السنه يا جماعه، طول السنه عندنا فلفل. كل سنه ان شاء الله رب العالمين. مش هنجمعها دلوقتي لانها لسه صغيره، هنسيبها شويه تكمل وهناخد بعد كده منها ان شاء الله اللي احنا عايزينه. ده الفلفل بتاعنا اهو. ده يا جماعه بنجهزه بقى ان شاء الله للطرحه للسنه الثالثه. حط بقى مع حاجات اللي هتنزل قبل الفطار. كل عام وحضراتكم بألف خير. لو حضراتكم بيعجبكم الحاجات اللي احنا بنعملها على سطحنا دي، متنسوش بقى تشاركوا معانا وتدعمونا باللايك عشان يوصلكم كل جديد مننا، ونوسع فكرة زراعة الأسطح على أسطحنا كلها. بس يا جوجو جاي ده تاخده حراق 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 يا جوجو. ها بالنسبة للجرجير يا جماعة لسه قدامه شوية، يعني لسه طري، هياخد بس الاسبوع دوت. ما شاء الله بيت جرجير ممتاز دوت يا جماعه. احنا في شهر 4 يا جماعه، يعني شوف الجرجير ده ما شاء الله. وده بيت الفجل دوم الاثنين. ده الملوخيه لسه بردك ما شاء الله كنت زرعتها مع حضراتكم في فيديو سابق. عود فجل اهوت يا جماعه، ده حلو كده بردك زي ما قلت لحضراتكم. ده اهو انا ببدره خفيف كده مع بعضه، يبقى تيجي تاكله يعني ايه لما نطوره في حاجات كتير. طيب تعالى ناخد بقى عود بقدونس جميل ورائع. شوفوا ما شاء الله يا جماعه البقدونس عامل ازاي. عود البقدونس عامل ازاي يا جماعه؟ شوف البقدونس. ناخد عود بقدونس عشان السلطه. تمام حضرتك ما شاء الله في السطح حبه عبوات صغيره جمعنا اهو ما شاء الله. شايفين يا جماعه بقدونس عامل ازاي؟ نحطه مع الاكل اللي احنا هننزله تحت. لسه هنروح نجيب فاكهه. طيب ما شاء الله لا قوة الا بالله. طبعا بعد ما ناكل الحاجات اللي حضراتكم شايفينها دي هنحل بقى بالثمرة الجميلة اللي قدام حضراتكم دي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. دي البشملة يا جماعة، وما شاء الله احنا بنسيبها تستوي على ابوها، يعني على ابوها على عودها كده، ولما تبقى بالمنظر اللي حضراتكم شايفه ده تاكل بشملة بقى ما شاء الله حاجة منتهى الجمال ومنتهى الروعة. شوفوا يا جماعة مش مستحملة حتى الواحد يقطعها، مش مستحملة ما شاء الله لا قوة الا بالله. بصوا يا جماعة هنحط في سلة الأكل بتاعنا. بص البشمال عاملة ازاي، والدتي لما دقتها عجبتها جدا جدا، حاجة منتهى الجمال. بصوا يا جماعة مش يعني مش تقول لي يعني أنا اشتريتها مرة، بس دي حاجة مختلفة تماما والله، حاجة مختلفة بالمرة. نجيب كمان حبة بشملة ها، قول عليها المشمش الهندي، وكده بقت أجمل من المشمش كمان بتاعنا، حاجة منتهى الجمال. نجيب دي كمان. طبعا شعائر صلاة المغرب زاجد من حولنا، طبعا بتشتغل بقى ما شاء الله في التوقيت ده كده. نجيب واحدة بيبينو بقى عشان ايه بردك البيبينو اثبت كفاءته وطعمه الجميل. ما اجمل الاجواء الرمضانية يا جماعة. كل عام وحضراتكم بألف خير. القرآن شغال بصوته الجميل، يعني بصراحة يعني الواحد بيستمتع بوجوده على السطح في التوقيت ده. ده البيبينو حضراتكم شايفين ده مش مستوي لسه، مش هنقطعه دلوقتي. زي ما انا قلت لكم ما ينفعش تقطعوه الا ما يكون استوى كويس. هقول لكم حاجه كمان اهو، احنا في شهر 4 عندنا فول اخضر، عندنا فول اخضر والله يا جماعه في شهر 4. وجايده ماشيه ورايا، جايده ماشيه ورايا في المكان اللي هروح له. بص يا جماعه الفول، الفول في شهر 4 يا جماعه كنت زرعه متاخر شويه. عندنا فول وجايده بتحب الفول في التوقيت ده كده. نجيب لها قرنين. بص يا جماعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. هذا الفول الاخضر في شهر كام يا جماعه؟ في شهر 4. متهيألي يعني مين اللي عنده فول اخضر بقى دلوقتي؟ فول اخضر اهو، فول اخضر اهو. كل عام وحضراتكم بألف خير، كل عام وحضراتكم بألف خير. تعالوا نشوف في واحدة جبينه مستوية ولا لا، ناخدها إن شاء الله. ننزل كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بصوا يا جماعة شايفين ثمرة البيبينو خلاص استوت، يعني بص الجلدة بتاعتها نشفت مننا، يعني معنى إن هي كده جابت سوى ممتاز ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة الا بالله. هنقطعها، نحط دي هنا كده ونقطع ثمرة البيبينو عشان حجمها رائع. وجايدة ماشية ورايا يا ما شاء الله يا جماعة، وجايدة بتحب الفول ما شاء الله. جمعنا حاجات جميلة. وهنقدر نجمع كمان النهاردة توت
بلاك بيري طبعا انت حضراتكم عارفين ان ده من اغلى الفواكه، وما شاء الله بشر عندنا اهوت توت الاسود او البلاك بيري او نبات العليق. ان شاء الله رب العالمين كل الفواكه دي حضراتكم احنا جمعناها واحنا مع بعض، وكل الخضروات اللي جمعناها مع بعض في يوم رمضاني جميل. كل عام وحضراتكم بألف خير. ان شاء الله رب العالمين هتشوفوا حصاد كمان مختلف تماما. شوفوا يا جماعه ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. حاجه منتهى الجمال منتهى الروعه، ما شاء الله. صلى على الحبيب يا سيدي قلبك يطيب. اتمنى ان تكون حضراتكم استمتعتوا بالحصاد بتاع النهارده، واتمنى ان تكون حضراتكم مستمتعين بالاجواء الجميله، بالاجواء الجميله اللي يا رب يعيدها علينا وعليكم الايام بكل خير. اجواء رمضان الجميله والقران الجميل ده، حبيت ان انا اختم معاكم الايام الاخيره دي بحصاد صغير كده، وان شاء الله اللي جاي احسن. والتقي حضراتكم في فيديو جديد عما قريب يكون مفيد لحضراتكم، واترككم مع سماع القران ان شاء الله وحضراتكم كلكم مشغلين عندكم في بيوتكم بقى دلوقتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.